مساء الخير لكل مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم برنامج العياده. حلقه النهارده هي حلقه هتكون مختلفه بكل المقاييس، مش بس لاننا بنتكلم عن مشكله من المشكلات اللي ممكن تبقى موجوده عند كتير من الناس، وهي التهابات المفاصل وخشونه الركبتين. النهارده مفاجاه الحلقه هتكون من المفاجآت اللي اعتقد هتحبوها، وهتكون بالنسبه لكم بصيص امل ان شاء الله باذن الله في علاج خشونة المفاصل والتهابات الركبتين. النهارده هيكون معايا الدكتور محمد صقر، اخصائي طب وجراحة العظام ومناظير المفاصل وعضو الجمعية المصرية لجراحة العظام. دكتور محمد برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ خالد. النهارده ان شاء الله هتبقى حلقة مختلفة. الحلقات اللي فاتت، الحلقتين ثلاثة اللي فاتوا، اتكلمنا عن الطرق الحديثة في علاج مشاكل خشونة المفاصل والتهابات الركبتين. النهارده بقى هنتكلم عن بعض الطرق اللي اتكلمنا عليها قبل كده زي التردد الحراري والأورسكين، ولكن احنا ما كناش استفدنا في الكلام عنها قبل كده. تمام. بص، هو احنا بدأنا طبعا في تفصيل الحالات وتقسيم درجات الخشونة، وبدأنا نقول كل درجة علاجها ايه، وطبعا بعد فترة ابتدينا نتدفق للطرق بقى اللي بدأنا نعالج بيها، سواء القديمة او الطرق الجديدة الحديثة. بدأنا بالكلام عن الحقن، حقن الهاليورينيك اسيد او الجيلاتينيه عاليه الكثافه، واتكلمنا عن البلازما، واتكلمنا عن الاورثوكين، واتكلمنا طبعا عن البرولوثيرابي اخر مره. أيوة. واتكلمنا برضو عن التردد الحراري، يعني عندنا يعتبر خمس طرق. اتكلمنا عن ابرز خمس طرق من الطرق، وكل طريقه فيهم بيبقى ليها وقت وليها طريقه في التدخل. طبعا طبعا. لو حبينا زي ما يقولوا كده نعمل فلاش باك كده للمشاهد عشان نقول له احنا كنا وصلنا لفين وامتى بنستخدم كل طريقه من الطرق دي. تمام. احنا بنبدا طبعا بالحقن الجيلاتينيه عاليه الكثافه لما بيبقى مشكلتنا بس نقص في السائل الزلالي في المفصل. يعني لما يكون المشكله بس في احتكاك، والاحتكاك ده مسبب قلق او الم للمريض، بنبتدي نزود له السائل، بنقول ان مشكلته بس نقص في السائل. كويس. ده عن طريق ان هو مثلا حصل اصابه قديمه او وقعه قديمه عملت ارتشاح في الركبه، فالارتشاح ده بياخد للاسف من كميه السائل الطبيعي اللي في الركبه. فلما بنعمل سحب او تقليل للسائل ده عن طريق نعمل له بذل او حاجه، خلاص السائل الطبيعي اللي موجود بيبقى اقل. كويس. دي اول طريقه. دي اول طريقه. بنضطر بعدين بقى نعوضها عن طريق السائل الزلالي او الحقن الجيلاتينيه الزيتيه الجاهزه اللي بتتحقن في عاليه الكثافه، اللي بتتحقن في نفس في مفصل الركبه، اللي قلنا ان هي بتتحقن مره واحده. تمام. الوان شوت هو احنا بنفضل ان احنا نحقن الوان شوت عشان هو في موجود بيتحقن اكتر من مره برضو. يعني مش عاوزين ننكر هو موجود وبيتحقن وله نتائج برضو كويسه، بس طبعا الوان شوت هو افضل ايه في الفترة. كويس. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، كانت طبعا حقن البلازما تقريبا اتكلمنا عنها، بس احنا كنا بنأهلها بالاورثوكين. الاورثوكين احنا كنا بنأهل بيه للبلازما، قلنا يعني نعمل اورثوكين وبعدين بعد الاورثوكين نعمل البلازما. هما خطوتين بيبقوا متتاليين علشان نوصل بيهم للاستفاده، وهي دي الميزه في الحقن الجديد. ان احنا بنتكلم دلوقتي عن ان احنا مش بنحقن وخلاص. ومش كل زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، ومش كل البلازما بلازما، ومش كل الحقن زي بعضه. يعني علشان نستفيد لازم نعمل حقن في مكان كويس ومؤهل بطريقه كويسه، وفي مواد برضو تكون يعني بتفصل العينه دي بطريقه كويسه علشان نوصل لاستفاده برضو ايه عاليه من كويس. يعني طريقه الفصل والطريقه اللي بنفصل بيها وشكل الفصل والانبوبه اللي بنحط فيها العينه دي بتكون ليها افاده بالنسبه للمريض في نجاح طبعًا عمليه الحق. الاورثوكين قلنا ان احنا بتبقى عباره عن سحب عينه من الدم للمريض زي التحليل العادي. بناخد الكميه من الدم في حدود مثلا من 15 ل 30 سنتي، بنحطهم في الحضان لمده قلنا برضو يعني فيها اقاويل 18 24 ساعه. نتكلم عن 24 ساعه، بحيث ان العيان لو جالي النهارده خدت منه العينه هيجي لي بكره في نفس الوقت ياخد الحقنه بتاعته. الاورثوكين هو عباره عن انتي انفلاماتوري، او هو يعني طريقته ان هو بيثبط الالتهابات بتاعت ما بيزودش الالتهاب، يقلل الالتهابات اللي حاصله في الركبه، لان طبعا مع الخشونه بيحصل احتكاك، والاحتكاك بيعمل التهاب، فالالتهاب ده هو اللي بيؤدي الى حدوث الم. فانا مبدئيا لما بيبقى في التهاب او الم في الركبه، المريض ممكن ما يحسش بالاستفاده الكامله لما بياخد الحقن اللي هي سواء الزيتيه او البي ار بي. فاحنا بنعمل خطوه قبل الخطوه الايه اللي هي بتاعت الحقن، ان احنا نثبط الالتهاب، نديله الاورثوكين والالتهاب يقل، ناخد مثلا جرعه
ونستنى عليه لحد ما نطمن ان المفصل بقى في صوره طبيعيه، وبعد كده نبدا نحقن، سواء هنحقن بي ار بي او هنحقن هيالورونيك اسيد. كويس، تمام. دي الطريقه الثانيه. الثانيه اللي هي الاورثوكين. الاورثوكين بعديها البي ار بي على طول مباشره. البي ار بي هو طبعا البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، وهي وظيفتها ان هي بتعمل تحفيز او تنشيط للخلايا اللي في المفصل، لان طبعا احنا عارفين ان لما بيحصل ضمور او تاكل في مفصل الركبه بيحصل طبعا التهابات شديده، والخلايا دي بيحصل فيها زي ضمور او بالبلدي كده بتموت. فاحنا بنعمل اعاده تحفيز او اعاده تنشيط للخلايا دي بحيث انها تنمو، او اللي ينفع منها ان هو يتحفز او ينمو ينمو. تمام، فبناخد عينه البلازما او عينه الدم من المريض، نحطها في جهاز السنتريفيوج الفصل او الطرد المركزي لفتره برضو بتتراوح فيها اقاويل، احنا بنوصل برضو للتايم معقول بعدد لفات معينه في انابيب مخصصه للبلازما. نفصل العينه، وبعد ما بنفصل العينه بناخد الكميه اللي طلعت لنا من البلازما الغنيه بالصفائح ونبتدي نحقنها برضو بشكه ابره بسيطه. كويس كده، دي الطريقه الثالثه. الطريقه الرابعه كنا اتكلمنا تقريبا عن التردد الحراري والبرولوثيرابي. البرولوثيرابي هي طبعا قلنا اللي هي الكومباينيشن او التركيبه الجديده اللي احنا يعني دي تركيبه فريده ما بتتعملش عند حد، وطريقتها وازاي بنستخدمها بينفرد بيها مركز دكتور محمد صقر لعلاج الام وخشونه المفاصل الرباطيه. الناس قليله جدا اللي بتتعامل بيها طبعا. هي قلنا فيها ميزه ان هي بتنقل الكرونيك بين لاكيوت بين، واتكلمنا على النقطه دي. دي نقطه مهمه، قلنا ان هي انت عندك النهارده 50 سنه تمام، الالم هو عندك 50 سنه وكان في الم عندك و30 سنه، بنرجعك انا بقالي بالألم. 10 سنين بحس بالالم، فبالنسبه لي بقى كرونيك بين. اتعودت عليه، اتعودت عليه. يعني الجسم اتعود على ان الالم ده بقى موجود خلاص، سواء انا كويس او مش كويس. انا الجسم متعود على الالم ده، موجود معايا بيصاحبني بالليل وبالنهار، فانا اتعودت عليه. فلما بننقله لاكيوت بين بقى دلوقتي زيه زي المريض اللي لسه بادئ يشتكي من الخشونه. يعني لسه من اسبوع او من شهر او من شهرين ثلاثه بدا يشتكي، فبالتالي بيتعامل معامله الالم الحاد اللي هو ممكن يتعالج. يعني لو اتعالج بطريقه كويسه ممكن نحصل على نتيجه كويسه في الفتره اللي بنتعالج فيها. كويس كده، دي الطريقه الرابعه تقريبا. في عندنا الطريقه الخامسه، ودي طريقه التردد الحراري، ودي من الطرق اللي اعتقد ان هي بتكون مفيده لكتير من الحالات. تمام، التردد الحراري اتكلمنا عنه، هي خامس طريقه. التردد الحراري هي طريقه مش مبتكره حديثا ولا حاجه، هي بقى لها فتره موجوده، بس هي برضو للامانه مش بتعالج الخشونه. هي بتقلل الالم الموجود في المفصل، لان هي احنا بنعتمد فيها على قتل الاعصاب الحسيه للمفصل بتاع الركبه. قلنا ان في اعصاب كتير للركبه، ولكن يعني اهم ثلاث اعصاب اللي هو السوبيريور ميديال جيريكونال نيرف والانفيريور ميديال جيريكونال نيرف والسوبيريور لاترال جيريكونال نيرف. الثلاث اعصاب دول هم المسؤولين يعني بنسبه اكبر عن حدوث الم في الركبه. فاحنا لما بنثبت او بنقتل الاعصاب دي خلاص احنا وصلنا ان الالم بقى قليل، يعني خلاص يعني العيان مش حاسس بالم. ولكن الخشونه او الاحتكاك او الليميتيشن او اللي هو يعني صعوبه الحركه موجوده. العيان ما يخشش يعمل تردد حراري عشان يموت الالم ويفكر ان هو هيطلع يثني الركبه ويفرد، ويعني هي مش بديل للحقن او لتغيير المفصل. هي بتقلل الالم او بتلغي حدوث الم زي ايه؟ زي خلاص بتوقف الالم اللي انت حاسس بيه لو في حاله ان انت مش قادر تغير مفصل الركبه او مش عاوز، او الى حد ما هي عمليه مؤقته لايقاف الالم. هي بديل بديل امن لايقاف الالم، وطبعا ليها يعني حالات مخصصه زي ما قلنا برضو اللي هو مرضى السكر، السكر والضغط، الناس اللي خايف ان انا ادخل لهم عمليات جراحيه عمليات عندهم وهكذا. مشاكل في السيوله او عندهم اي مشاكل تمنعهم من ان هم يعملوا جراحه، او حتى تمنعهم ان هم مثلا يعملوا حقن او عملوا حقن قبل كده وما استفادوش من النتائج بتاعتهم. كويس كده، احنا اتكلمنا عن ابرز، او رجعنا خدنا فلاش باك كده عن ابرز خمس طرق، او وفي طريقه مركز دكتور محمد صقر بينفرد بيها، وهي البرولوثيرابي، وهي عباره عن مجموعه تركيبه كده جميله لطيفه بتساعد في علاج الام وخشونه مفاصل الركبتين. دكتور محمد، اكتر حاجه دايما بتحسس الشخص بالامان وانه عنده في بصيص امل ونور، انه يكون في حد كان بيمر بنفس المشكله وحصل تحسن. تمام. النهارده بفضل الله عندنا تقارير وعندنا حالات من الناس الحمد لله رب العالمين تم شفائهم، وحالات كمان هنحقنها على الهواء مباشره
عشان بس مش بس اقول لك انه ان شاء الله امل الخشونه اللي بتحس بيها والتعب اللي بتحس بيه ممكن ان هو يروح، لا مش بس كده، ان شاء الله كمان هتحس انه كمان مفيش الم فيه، سواء حقن الحقن الجيلاتينيه او الحقن الزيتيه او حقن البلازما او البي ار بي. هنروح لفاصل ونستقبل اولى او بطله احد ابطال حلقه النهارده من برنامج العياده، ونعود مره اخرى فانتظرونا. رجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم في برنامج العيادة، واحنا فعلا مش في برنامج العيادة، احنا فعلا في العيادة. حلقة النهاردة زي ما قلت لكم هي حلقة مختلفة مميزة، تقريبا أول مرة يكون معانا حالة من حالات مركز دكتور محمد صقر. هنحقن دلوقتي في الركبة، وبعد ما نحقن هنعرف قصة ورحلة الحالة دي في العلاج قبل ما تروح لدكتور محمد وبعد ما راحت لدكتور محمد. ولكن خلوني الأول أرحب بميس شادية سيد. أهلا بيك يا مس، أخبارك إيه؟ منورة. ان شاء الله باذن الله تكوني يعني تساعدينا كويس ان احنا نطلع بافضل نتيجه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انا اسعد، ربنا يكرمك يا رب. استاذه كوثر جمال وهي من سوريا الشقيقه، اهلا بيكي ومنورانا دائما وابدا. دكتور محمد، قبل ما اسالك عن طريقه الحقن واحنا هنعمل ايه، خلينا نخش على طول واحنا بنحقن، خلينا نتكلم بشكل اكتر تفصيلي عن الحقن وازاي بنحقنه، هل هو بيشعر بألم، ولو حسيت باي الم قولي لنا. دكتور محمد ايده تقيله قولي لنا برضه. طبعا. مفيش اي مشكله. خلاص يا دكتور محمد نبدا، وبعد كده نعرف قصه او رحله استاذه كوثر ان شاء الله مع الام المفاصل وخشونه الركبتين. طبعا احنا نبدا جوانتي معقم، اهم حاجه اهم حاجه التعقيم، اهم حاجه في الحقن طبعا زي ما اتفقنا ان احنا بنوصل لاقصى استفاده بدون حدوث اي ضرر، فدايما بندور ان احنا يعني نامن المريض قبل ما بنامن ايه الدكتور. طبعا يعني برضو عشان المشاهد اللي بيشوفنا وبيتابعنا لازم يبقى عارف انه مش بس انه اهم حاجه بالنسبه لنا هي سلامه المريض، سلامة المريض بتيجي من التعقيم الجيد للأدوات اللي بنستخدمها، من تعقيم إيد الدكتور، من تعقيم المكان أو الجزء اللي احنا قاعدين فيه بحيث إنه ما يتنقلش أي عدوى من أي حاجة للمريض. هدفنا هو إنه نساعد في التحسن، مش إن احنا نعمل أي كومبليكيشنز أو أي مضاعفات أثناء عملية الحقن اللي إن شاء الله بتكون بسيطة. هنعقم احنا كده دلوقتي يا دكتور محمد بنعمل عملية تعقيم. تعقيم للمكان اللي هنحقن فيه. طبعا احنا فرشين فرش طبي معقم حوالين المفصل كامل زي ما حضرتك شايف كويس، واحنا بنحدد المكان اللي هنحقن فيه برضو عن طريق ان احنا بنعقم المنطقه يعني بمسافات ابعد شويه علشان نبقى في الامان. ماشي يا مستر. بسم الله. ده البنج، ده البنج. دي شكه ابره بسيطه قدامنا مش هنحس بيها. تمام. هنتني الركبه شويه صغيره كويس بدون اي توتر. احنا بنحدد المكان، حضرتك ارتاحي خالص كويس. شكه ابره زي احنا حددنا المكان، حددنا المكان اللي هنحقن فيه. تمام. دي حقنه البنج، دي شكه الابره بتاعت البنج. المريض مش بيحس باي حاجه كده، حقنه البنج ومفيش اي ايه. بسم الله. حضرتك حاسه باي حاجه؟ لو حاسه باي حاجه قولي لنا. تمام. احنا على اللايف خدنا حقنه البنج كويس، خلصنا كويس. حقنه دي بقى الجيلاتين. الحقنه دي الحقنه الزيتيه، دي الحقنه الزيتيه بنفس سن الحقنه بتاعت البنج. تمام كده قدام دكتور محمد شويه. تمام. حضرتك حاسه باي حاجه؟ احنا بنحقن دلوقتي الحقنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا بنحقن الحقنه الزيتيه او الحقنه الجيلاتينيه.
تقريبا لو اي حد بيتابعنا دلوقتي وهيشوف المده اللي احنا بنحقن فيها. الحقن ده ما خدش دقايق بسيطه، البنج وبعد البنج حقنا الحقنه، وتقريبا دلوقتي يا دكتور محمد ايه؟ احنا كده خلاص الحقنه الف سلامه، الحقنه اتحقنت الحمد لله على السلامه. كده هننقل على الجلافز وخلاص. ايوه اتفضلي يا مس. شكرا يا مس شاديه، شكرا ليكي. كده يا دكتور محمد احنا كاملة. من البدايه للنهايه، من البدايه للنهايه. احنا بدانا احنا دلوقتي حقنا الحقنه الجيلاتينيه اللي هي الحقن الزيتيه اللي دي الوان شوت. تمام، دي الوان شوت كويس، اللي بتتاخد مره واحده بس، اللي بتتاخد مره واحده وما فيهاش اي مشكله. تمام كويس كده. تمام، هرجع بقى للاستاذه كوثر. تمام، اولا الحمد لله على السلامه، والحمد لله على سلامة وجودك في مصر، والحمد لله على السلام على الالام اللي كانت موجوده عندك، وان شاء الله يكون دكتور محمد بعد ربنا سبب في شفائها. احكي لي بقى كده، من امتى حسيت ان انت عندك مشكله؟ ولما حسيت ان انت عندك مشكله اتحركتي منين لفين؟ يعني كان اول طريق كان دكتور محمد، ولا مريتي بخطوات اولى وثانيه وثالثه ورابعه لحد ما وصلتي لدكتور محمد؟ والله انا من سنين، من اول ما جيت مصر انا في عندي الم كويس ماشي، فانا طيب باخدها عادي. في دكتوره رشحت لي الدكتور محمد صقر. الدكتور طب انا بس هسال دكتور محمد قبل ما ارجع لحضرتك تاني. دكتور محمد، انت النهارده لما جات لك طبعا طلبت منها بعض التقارير وبعض الاشعاعات وبعض الفحوصات اللي ساعدتك في ده، ايه اكتر اللي انت طلبته منها اول ما جات؟ احنا في البدايه خلصت مدام كوثر جات لي تقريبا في شهر 6/2020. كانت بتشتكي 6/2020 يعني تقريبا من سنه دلوقتي. كويس. كانت بتشتكي من الم في الركبه، الم عادي. عملنا في الاول اشعه عاديه، اتضح ان في نارنج في الجوينت سبيس، يعني ضيق في المفصل. فابتدينا نتعامل معاها لانه التهاب بسيط وهناخد علاج وكده، فاخدنا علاج بصراحه اسبوعين او ثلاث اسابيع، وبعد اسبوعين حسينا ان الموضوع يعني ما حصلش فيه استجابه. طلبت منها ام ار اي اشعه رنين، اتضح لينا ان في مشكله في المفصل وهي قاطع بالغضروف الداخلي. عملنا طبعا بعديها تحاليل والحمد لله اطمنا ان حالتها كويسه. وبعد عملنا بقى عمليه منظار بسيطه، احنا معانا فيديو تقريبا لحد ما نجهز بقى الفيديو بتاع عمليه المنظار. هرجع للاستاذه كوثر مره ثانيه. استاذه كوثر، ها بعدين رحتي طلبتي من بعض الناس رشحوا لك بعض الاطباء، صح كده؟ ايه بقى الخطوات اللي مشيتي فيها؟ مشيت فيها، جيت على عند الدكتور. فجيت لعنده قال لي اعمل لي صوره رنين وتحاليل فلما عملت العمليه يعني بجد بعدها يعني قمت مشيت. في الاول كنت بتحس بايه يعني؟ كنت بحس في الم، يعني الم شديد، حتى يعني دايما قاعده على الصلاه او انزل اطلع حد يساعدني او انزل من على الرصيف او اطلع، ما بقدرش امشي خالص ابدا. ولا تقدري تقفي في المطبخ ولا تعملي حاجه ولا يعني لو وقفت بس في الم. في الم جدا، ما يعني ما بتقدر تحمله او لا. فلما عملت العمليه عند الدكتور عملتها، وبعد ما صحيت من البنج بعد بساعه ساعتين قمت مشيت عادي. بعد ساعتين من البنج قمت مشيتي؟ بعد ما صحيت مشيت. وكان في تحسن يعني؟ كانت حياتك ايه قبل العمليه وحياتك صعبه، ايه بعد العمليه؟ يعني حياه تانية. طبعا حياه تانية. حسيتي باختلاف؟ اختلاف كتير، اختلاف كتير. بتنصحي ايه الناس اللي بتبقى عندها المشكله وبيأخروا، يعني بيأخروا في علاجها، بيأخروا في ان هم ياخدوا الاجراء؟ لا، لازم يعني ما يأخروش على نفسهم، فورا يروحوا ياخدوا الاجراءات ويروحوا عند الدكتور. الدكتور محمد ولا اي دكتور؟ طبعا لا محمد. لا الدكتور محمد. كويس. طيب يا دكتور محمد، احنا دلوقتي معانا الفيديو للرنين اللي اتعمل لاستاذه كوثر على الغضروف او قطع الغضروف الداخلي اللي كان موجود في الركبه. ده الفيديو اهو. هو ده فيديو العمليه الجراحيه، وكان عندها حاجه اسمها ريديال تير، يعني قطع في جذع الغضروف اللي هو بيبقى. كويس. هو ده الفيديو مظبوط كده؟ هو ده الفيديو. كويس. ده الفيديو بتاع العمليه نفسها. طبعا القطع ده كان بيعمل لها لوك، يعني بتقفش الركبه. لما بتيجي تتني ركبتها او تفردها بتحس بقفشه. فكانت الركبه تقيله طبعا في الحركه. الغضروف الجزء اللي احنا بنستأصله ده بنسلك بيه الوتر او بنسلك بيه الغضروف من العظم علشان خاطر يبقى فيه حركه بسيطه. تمام؟ الجزء ده كان مقطوع وكان عامل هو اللوك زي ما بقول لحضرتك في المفصل. عملنا له استئصال كامل لكل الجزء ده زي ما حضرتك شايف كده. هو الغضروف بشكله الطبيعي بيشيل ما احنا في السن الصغير بنعمل سوتشرز كده او بنخيطه.
في السن الكبير عشان بيبقى حاصل فيه ديجنريشن او تاكل القطع ده بنعمل تشيفرنج او بنسويه بنعدل من شكله في سطح المفصل. فطبعا بعد ما الجزء السايب ده شلناه كل ده في ركبتك يا استاذ كاظم. تمام. كل ده شغال في ركبتك. تقريبا شافت الفيديو معانا يوم العمليه والتاني بعد العمليه الحمد لله رب العالمين في نفس اليوم الحمد لله هي حست باستجابه حست براحه يعني اول ما عملنا العمليه بعد ساعتين بعد ساعتين اتحركت وقامت مشيت طبعا. طب بعد ما حقنا الحقنه دي حاسه بايه دلوقتي؟ لا مش حاسه بحاجه يعني تمام. بعد الحقن ده مش حاسه بالم مش حاسه بتنميل مش حاسه بحاجه في ركبتك مفيش اي يعني تقدري تقومي تمشي دلوقتي يعني بعد ما ناخد فاصل نقدر طبعا مفيش اي مشكله طبعا. اوكي تمام. احنا بالنسبه لنا بعد عمليه المنظار برضو في السن بتاعنا اللي هو من الاربعينات او الخمسينات بنبقى دايما قلقانين من ان يحصل احتكاك لان طبعا الجزء الغضروفي اللي لما اللي بنشيله ده بيحصل بعديه فراغ فالفراغ ده بيعرض العظم للاحتكاك كويس فبيزود طبعا من نسبه الخشونه فاحنا عشان نحل المشكله دي او نتفادى ان يحصل خشونه بعد عمليه المنظار الجراحي بنعمل بقى استعواض للسائل الزلالي الجيلاتي اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه يعني دي طريقه او حاجه من ضمن الحاجات اللي بنستخدم فيها الحقن الجيلاتينيه أيوة. وطبعا فوائدها بتبقى مش بس علاجيه ووقائيه كمان يعني انا النهارده بعد ما حقنت الـ بعد ما عملت منظار على الركبه مش بس كده انا رحت كمان حقنت حقنه جيلاتينيه قوقايه للمشكله لكن هي ما كانتش حاسه بمشكله لا هي الحمد لله بعد العمليه الالم قل كتير جدا كويس. ولكن الاحتكاك موجود يعني هي زارتني مرتين تقريبا بعد العمليه فاحنا بنبتدي نقيم وضع المفصل وضع الحركه الدنيا افضل من ناحيه الالم طيب تمام بنبتدي بقى نفكر في الحاجات اللي بعد كده ما هي القصه مش عمليه وبس انا مش عملت عمليه خلاص كده الحمد لله العمليه نجحت اسيب العيان لما يخش بعد سنه في خشونه ويقول انا ما استفدتش هي واجب احنا تقريبا دخلنا دلوقتي في 8 شهور او 9 شهور بعد العمليه والحمد لله رب العالمين في استجابه كويسه ولكن الحفاظ بقى على المفصل ده للفتره الجايه هو اهم من الايه من الخطوه من احنا كمان معانا فيديو تاني للباقي المنظار والفيديو معانا على الشاشه طبعا ده اللي هو التشيفرنج او التنظيف بقى اللي بنعمله في بدايه المنظار طبعا مع الاحتكاك بيحصل تليفات او التصاقات شديده في مفصل الركبه كل ده بيعوق الحركه يعني العيان لما بيجي يقول لي ركبتي بتطقطق بيسمع اصوات طبعا كل ما بيتني ويفرد الاحتكاكات او الالياف دي الموجوده بنسميها احنا البلايكا في المفصل بتاع الركبه بتعمل اصوات فالاصوات دي بتؤدي طبعا للقلق للمريض بيحس بقلق ان هو مش مرتاح وتاني حاجه بتسبب له الم في بعض الاوقات دي طبعا خطوات المنظار على المنظار كويس ده خطوات المنظار دايما بنطمن المرضى بعمليه المنظار ان هو عمليه بسيطه جدا وغرزه يعتبر زي بالظبط ساعتين ومشيت بعد العمليه وحاسس ان رجليها اتغيرت والدنيا افضل بكتير جدا المنظار دلوقتي ما بقتش جراحه يعني فتح صغير قلنا بنخاف من كلمه جراح ما بقتش جراح خلاص يعني الجراح دلوقتي بقى مناظير حاجه بسيطه كده وسهله كويس استاذه كوثر بعد ما قعدتي مع دكتور محمد قبل العمليه وبعد العمليه ايه النصايح اللي اديها لك ولا ما اديكيش نصايح سابقه حافظ من الحركه ما احملش برده عشان احافظ على المفصل طبعا كويس يعني هل انت بقى التزمتي بكل نصايح دكتور محمد ولا في نصيحتين كده من النصايح لا هو يعني التزمت شويه وشويه لا ايوه ايه بقى اللي التزمتي بيه وايه اللي ما التزمتيش بيه لا لازم اروح مثلا اعمل بمركز لازم اروح اعمل فيزيوثيرابي علاج طبيعي فانا خفت اروح كملتش خدت فتره كده يعني بعد كانت طبعا قصه الكورونا وكده وكان فتره الكورونا فانا خفت فخفتي بقى خفتي قلتي مش مشكله الركبه تتحمل لكن فقال لي لازم تروحي يعني لازم تروحي تتعبي بس فتره الكورونا تخافي تروح ويحصل هناك حاجه فلا قعد يعني طب يا دكتور محمد المريض بعد ما يعمل المنظار ويروح العلاج طبيعي ايه اللي بيحصل؟ هو احنا لما بنحل مشكله الركبه او مفصل الركبه زي ما قلنا زمان ان العضله ليها دور مهم جدا في الحفاظ على مفصل الركبه العضله الاماميه دي هي اللي بتشيل الحمل عن المفصل فطبعا هي مدام كوثر كان عندها ضعف شديد جدا في العضله الاماميه لان للاسف اتاخرت شويه في التشخيص طبعا كل خشونه عندي انا خشونه يعني كل الكلام كان على ان دي خشونه وبس كانش حد متطرق ان ممكن تكون فعلا في مشكله في الغضروف او في المفصل فادى طبعا لضعف شديد في العضله فلما عملنا العمليه الحمد لله الالم قل ولكن هي لما هتحمل الحمل كله هيبقى فين على المفصل كويس مفيش عضله تشيل فاحنا دايما بندور على علاج طبيعي بعد العمليه مباشره بحيث ان العيان يفضل محافظ على ركبته ما يلجاش
لا قدر الله لزياره دكتور تاني او يحس بالم تاني ولا يحتاج مثلا لا قدر الله علاجات بقى الفتره بعد طويله. بعد الكلمتين دول انا اروح اعمل علاج طبيعي من غير عمليه طبعا كده هنلتزم المفروض طبعًا بالعلاج الطبيعي طبعًا. اعتقد انه هيكون مفيد جدا في تقويه العضله اللي هي طبعًا. بتشيل اصلا الركبه وبالتالي ان شاء الله باذن الله, الشفاء هيكون اسرع وهيكون افضل وهتقدري تبقى حركتك تكون اسهل. انا طبعا بتمنى لك كل الشفاء والصحه والسعاده دايما يا رب. اللهم امين. في اقل من 30 ثانيه تحبي تقولي ايه للناس اللي بيتابعونا وبيشوفونا دلوقتي؟ والله بنصحهم ياخدوا بالهم من نفسهم, هي الصحه اهم حاجه. انا هملت كتير في ركبتي فبقول دلوقتي يروح الألم, بس لما شفت الدكتور محمد نور الصقر هو دكتور ممتاز جدا. رحنا للدكتور قبليه فلا شفت الاستفادة عند الدكتور محمد كتير. أنا وبنتي. أنتي وبنتك؟ طبعا. كان عندها إيه؟ كانت بنتي وصل وتر. كانت إيه؟ قطع في الوتر؟ أيوة. كويس. فاستفادت عند الدكتور كتير. دخلت بقى حقن ولا عمليه؟ لا عمليه. عمليه جراحيه. بلاش عشان انتوا بتخافوا من العمليات. عمليه جراحيه. هي دلوقتي افضل واحسن طبعا. افضل بكتير بكتير الحمد لله. تقريبا موجود تقريبا معانا بره صح؟ لا مش موجوده. لا بنتي ما كانتش تقدر حتى تمشي حتى تقوم. كانت على عكاز. كانت على عكاز طبعا. طبعا كانت على عكاز وعملت العمليه طبعا. عملت العمليه والحمد لله بعد فتره يعني ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله. بتعمل علاج طبيعي ولا ما بتعملش؟ لا عملت طبعا علاج طبيعي وتابعت للاخر ويعني بفضل الله والدكتور محمد يونس. طبعا دكتور محمد ربنا يجعل دايما الشفاء على ايدك بعد ربنا عز وجل. استاذ كوثر جمال انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا واتمنى لك دايما انت واسرتك واولادك وكل حبايبك ان هم يكونوا بخير وكويسين ان شاء الله باذن الله. شكرا كرام في كل مكان. انا هاخد من كلام استاذه كوثر جمله مهمه جدا قالتها, ما تهملوش في صحتكم, صحتكم اغلى حاجه عندكم. مجرد ما تحس بالم روح لحد ثقه, حد شاطر, حد بيراعي ربنا في شغله عشان يساعدك في التخلص من هذا الالم. مش بس في طب وجراحه العظام اللي احنا بنتكلم عنها النهارده والام والتهابات وخشونه المفاصل, لا في اي تخصص تاني. هنروح لفاصل ونرجع تاني معانا احدى حالات مركز دكتور محمد, وهيكون حقن مش حقن جيلاتينيه, هيكون حقن البي ار بي او البليتلت ريتش بلازما او البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. فانتظرونا, اوعى تروح في اي حته. ورجعنا لكم مره تانية ومكملين معاكم في برنامج العياده في قلب العياده. النهارده معاكم الحاله الثانيه من حالات مركز دكتور محمد. الحاله الاولى شفناها في نص الحلقه, كنا بنتكلم عن حاله كان عندها قطع في الغضروف وعملت منظار, وبعد المنظار حقن دلوقتي الحقن الجيلاتينيه او الحقن الزيتيه عاليه الكثافه اللي اتحقنت من مره واحده. ده دلوقتي حاله من عندها خشونه من الدرجه الثانيه والتهابات شديده. دكتور محمد يعني بعد ما شخصها هيحقنها بحقن البلازما البي ار بي. معانا ام محمد. يا ام محمد اهلا بيكي, منوراني. الحمد لله. واتمنى ليكي دايما انك تبقي كويسه وزي الفل, وهعرف قصتك وحكايتك مع الام والتهابات المفاصل, بس عشان نحقن الاول ونرجع نتكلم في قصه ام محمد ورحلتها مع التهابات والام المفاصل وخشونه الركبتين مع دكتور محمد صقر. ماشي يا ماما استاذنك. تمام. ماشي يا ماما. تسلم ايدك. تسلم ايدك يا مش شاديه, تعبينك معانا. ربنا يخليك استاذ خالد. بسم الله. احنا زي ما قلنا التعقيم جوانتي المعقم. هشد بتدين يا عمر لو سمحتي. اهم حاجه التعقيم وازاي ان انا بحضر الحاله وازاي ان انا بعقم وازاي ان انا بشتغل في ال 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 مع الحاله في الاول من بدايه ان انا بعقم الركبه وبعدين لابس جلافز معقم مش جلافز عادي يعني طبعا. في جلافز معقم وفي جلافز عادي. جلافز المعقم ده هو جوانتي عمليات. جوانتي عمليات بيكون معقم. وعلى فكره في ناس كثيره ممكن تكون بتحقن بالجلافز العادي, ارخص واسهل ومتوفر بسهوله, لكن كون ان احنا او كون الدكتور محمد او مركز بيستخدم الجلافز المعقم اثناء الحقن الركبه مع انه ما بيلمسهاش, ده في حد ذاته بصراحه
انا مبسوط جدا من فكره استخدام الجوانتي المعقم. نفس الفكره. بسم الله. دي حقنه البنك. بسم الله. شكه ابره ان شاء الله بسيطه يا امي. لو حسيت باي حاجه يا ام محمد قولي لنا. يمكن ايه الدكتور محمد تبقى ايده تقيله. لا انا مش شايفك حاسه بحاجه. لا كده حاسه. لا بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بسم الله ما شاء الله عليك. نحن البنك. بسم الله اللهم صل على النبي. نحاول نوزعه في المفصل بحيث ان احنا نوزع البنج في المفصل عشان ما نحسش بألم. كويس. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكه ابره بسيطه جدا. دي حقنه البلازما. دي حقنه البلازما البي ار بي. الحقنه دي اتفصلت و شاديه تعبت معانا واخداها من فتره. خدتها في بدايه العياده. كويس. وفصلناها في الجهاز السنترفيوج وجايبها لنا جاهزه. هنحقنها على طول وبنحقنها بنفس سن بنفس الحقن بتاع البنج على طول. تمام. احنا جوه المفصل وبنحقن. كويس. طبعا الركبه متغطيه بفرش عمليات متعقم وبنحقن ب في دينا جلوفز عمليات معقم. والمساعد الدكتور محمد مسجادية معاها برضو جلوفز لفاف ايديها وكل حاجه ماشيه كويس. كده احنا حقنا. خلصنا كده الحمد لله. حقنا خلاص كده. خلصنا يوم. خلاص. الف سلام عليك. طبعا زي ما احنا شفنا دلوقتي دكتور محمد حقن المفصل عند مفصل الركبه عند ام محمد. وام محمد كانت بتعاني من ايه وكانت قصتها ايه وراحت فين وجت منين؟ ده اللي هنعرفه من ام محمد. ام محمد اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. قولي لي بقى قصتك مع التهابات المفاصل وخشونه الركبتين ورحلتك في الالم ورحلتك ايضا في العلاج. والله حضرتك انا عشان شلت الرحم فحصل لي هشاشه وخشونه مع بعض. والهشاشه والخشونه عملت لي زي ميه كده او ورم على الركبه. فلما رحت للدكتور محمد الله يبارك له انا بصراحه لفيت كتير. لفيت كتير؟ لفيت كتير ورحت لكذا دكتور. ما استريحتش غير ربنا جعله كان سبب. تشخيصه بنفس التشخيص ولا لا كان لا كان بيقول لك ايه؟ يدوني علاج وخلاص ورغم عملت اشعاعات وتحاليل وكل حاجه علاجه ما برتاحش عليه. بصراحه من اول ما بقالك قد ايه بتلف بقى اللفه دي؟ كتير والله بقى سنه كتير. سنتين ثلاثه كتير من ساعه ما من بعد موضوع الرحم ده بشويه. فما ظهرت عليا بقيت الف. فلما رحت للدكتور محمد بصراحه من اول مره علاجه ارتحت عليه الحمد لله. فهو بصراحه يعني في الاول الدكتور محمد اداك علاج. اداني علاج. قال مش على العلاج انا هو كان بصراحه نصحني بالحقن. فانا كنت خايفه. فهو طمني والعلاج قال لي هو ترتاحي اكتر بالحقن. يعني بيقعد يتكلم مع الحالات كده لا ده نفسه هاديه إيه وربنا يبارك له ويديله الصحه. ومحترم جدا الله يديله الصحه يا رب. فهو بيريح المريض كانه يعني اخوه مش بيحسس الواحد اللي هو مريض عنده. كويس. فبصراحه انا لما الحمد لله. الحمد لله. لما ارتحت عليه ما كنتش بنام. انا قعدت 3 ايام ما نزلش من على السرير حضرتك خالص ما نزلش مش قادره كل رجلي واقفه كده ولما اغزى ويا دوب يشيلوها كده بس يحركوها كده كنت مستحمله رجلك الحركه كانت تقيله. فهو قال لي زي ما يكون فيها حاجه يعني رمل كده تقيله عليا. بس فلما رحت له بصراحه ارتحت شويه بس قال لي ترتاحي اكتر في الحقن. كويس. فانا طوعته بصراحه عشان وثقت فيه. صدقتيه؟ لا وثقت فيه. لا وثقت فيه عشان جربت العلاج استريحت عليه. ما انا خدت علاج قبل كده من كذا مكان وما جابش نتيجه. لا ما جابش نتيجه. بس فلوس على الفاضي. فبصراحه لما رحت عنده بصراحه ارتحت على العلاج. شايفك حط ايدك على ركبتك بعد الحقن. لا لا في الم يعني ولا حاجه؟ لا ما فيش. لا انا لازم اخد بالي لازم اطمن برضه. لا ما فيش. انا بحب اطمن عشان اطمن. لا والله ما فيش الم ولا حاجه. ده انا حطها بس عشان لا ماشي خلاص اذا كان كده ماشي المطهر. لا كويس. حياتك بعد ما العلاج وتحسنتي اختلفت ازاي؟ يعني ايه اللي كنت ما تقدريش تعمليه وبقيتي تقدري تعمليه؟ بقيت اطلع وانزل واطلع السلم وانزل. ما كنتش بتحرك. ما كنتش بطلع بره اجيب حاجتي من بره. كنت استنى حد عيالي يجيبوا لي حاجتي وكده ويدوا لي حاجتي في البيت. بس بقيت اتحرك وادي حاجتي بنفسي واروح واجي. والحمد لله احسن كتير. الحمد لله. وانا واثقه في ربنا وفيه وربنا جعله سبب بعد ربنا بيجعلنا اسباب. ان هو ان انا ان شاء الله بعد الحقن هبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. ده احنا استريحت اول مره خلاص يبقى اكيد كده ان شاء الله هتستريحي بعد كده. وبعد ما ترتاحي خالص ان شاء الله يبقى في معانا مداخله تقول لنا ان شاء الله بقينا فين. تحت امر حضرتك. اكتر حاجه يا دكتور محمد مهما كان الواحد عنده ناس بتساعده
وناس حواليه انه يقدر ينزل بنفسه؟ حاجه كبيره. لا حاجه كبيره. وانه يروح يخش لو عايز يتوضى ولا يصلي ولا يعمل حاجه بنفسه مهما كان في حد بيساعده؟ اعتقد ان دي الحبسه وحشه. الحبسه وحشه وكتمه الحريه وحشه والله. مهما يكون حد حواليه برضه ما فيش، ربنا ما يقعدش حد يا رب في المرض ويشفي الناس كلها. يا رب الله. فبنصح كل الناس تروح للدكتور محمد، بصراحة مش هتلاقي أفضل منه بعد ربنا. ربنا يكرمك. ربنا يديك الصحة ويشفيك يا رب. اللهم آمين. بنصح كل الناس والله العظيم اللي هو يشتري صحته، لأن ما فيش بعد الصحة. لو مال الدنيا ما فيش بعد الصحة. ولو الناس اللي حواليك وأي حد صحتك بالدنيا. أيوة ما فيش بعد الصحة. بنصح كل الناس اللي عايز يستريح فعلا ألم العظم ده يروح للدكتور محمد نصر. ربنا يبارك له يا رب ويكفي شر المرض. دكتور محمد، انا بقيت ادعي له وانا بصلي والله زي ابني من كتر يعني ما استريحت. ما كنتش بنام حضرتك، انا كنت اصحى من النوم على القلم اخد مسكن عشان اعرف انام. بس لكن دلوقتي حاسه الحمد لله، دلوقتي الحمد احسن لله. الحمد لله مبسوطه. طبعا عسى ان ركبتك ما شاء الله. لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله زي الفل. الحمد لله. دكتور محمد، الصحه دي اكتر نعمه ربنا بيديها للبني ادم، واكتر نعمه البني ادم بيحس بيها وتبقى نتيجه نجاح حياته انه يشوف دعوه ام محمد ليه ودعوتها ليه ودعوه اي حد بيكون ربنا جعلك سبب في انه يعني مش بس طبعًا. يحصل الشفاء ده بايد ربنا طبعا، كلنا متفقين على حته دكتور محمد، ولكن ربنا بيجعلنا اسباب اجتهادنا وحبنا ان احنا نساعد الناس، ده بيكون سبب للناس. انا قبل ما اختم معاك دكتور محمد، عايز في نص دقيقه كلام محمد اللي دخل قلبي، عايزك تحب تقول لنا ايه يا محمد قبل ما نختم فقرتنا؟ احب ادعي للدكتور محمد على طول ان هو بيخفف الام الناس، لان انا الالم بصراحه ما كنتش بنام منه، ما كنتش بنام، ما حدش حاسس بيا عشان انا اللي تعبانه لوحدي. بس ادعي له ليل ونهار، ربنا يبارك له. الحمد لله على سلامته، جعله في ميزان حسناته يا رب. بس يا رب يا رب اللهم امين. دموعك يا محمد غاليه علينا، واحيانا زي ما الدموع بتكون ما حدش حاسس بيا ولا هي حاسس كده، مش هيحسسوا باللي انا كنت عايشه فيه. الحمد لله على سلامتك يا ام. الف الحمد لله على السلامه يا محمد. واحيانا بيكون في دموع من الالم وفي دموع من الفرحه، فرحه ان انا قدرت امشي تاني وان انا اتحرك تاني. دكتور محمد اعتقد انه هيبقى معاكي دايما لحد ما ان شاء الله باذن الله كل بتمشي. لو احتجتي تاني هروح له العياده ان شاء الله. نورين يا ماما. ما فيش بعد الصحه الحمد لله. ربنا يديك الصحه ويدوم عليكي. ربنا يكرمك يا رب. اللهم امين. دكتور محمد يعني دموع محمد غاليه علينا، واحساسها اللي بتنقله ده احسن حاجه في الدنيا، واحسن دعوه الواحد ممكن ياخدها لما يحس انه حد الحمد لله ربنا جعله ده النجاح الحقيقي. يعني اللي احنا فيه ده النجاح الحقيقي. حسيتش بايده والله بصراحه، حسيتش بايده بصراحه، وربنا يبارك له. الحمد لله ده نعمه ربنا مديها له، وربنا يزيده من علمه. الحمد لله. الحمد لله يا محمد. دكتور محمد، احنا تقريبا وقت حلقتنا بينتهي. سريعا كده، رحله ام محمد في دقيقه، وازاي بدات تاخد معاها الخطوات والاجراءات؟ الحاجه طبعا زي ما قلت لحضرتك كان عندها عامله عمليه هستريكتومي بقى لها فتره، وبعديها حصل لها استئصال للرحم، وحصل لها هشاشه، والهشاشه طبعا بتعمل ضعف في العظام، فمن العظام هو جزء مفصل الركبه حصل خشونه. وطبعا يعني معانا طبعا معانا الصوره بتاعت الاشعه بتاعتها للاسف. يعني كان في خشونه طبعا من الدرجه المتوسطه للشديده، يعني احنا بنقول في الدرجه الثالثه. كويس. طبعا عملنا في الاول فحوصات واطمنا ان الحمد لله رب العالمين يعني هيبقى في استجابه لما نعمل لها الحق. في الاول كان في ارتشاح شديد في ركبتها، والارتشاح ده كان عامل تقل شديد في الحركه، زي ما كانت بتحكي لك، بتقول لي انا حاسه برجلي كاني عليها رمل مش بعرف ارمها. وصف دقيق. الحركه بتبقى صعبه جدا. في الاول عالجنا التهاب، زي ما دايما نقول احنا ما ينفعش نحقن في مكان غير مؤهل. يعني ما ينفعش احط سايل يساعدني او يحسن حركه المفصل بدون ما يكون المفصل ده من جوه نظيف. طول ما في ارتشاح وفي التهاب الركبه دي مش هتستفيد. فعالجناها الاول الحمد لله رب العالمين من الالتهاب والارتشاح اللي موجود. خدت كورس علاج لمده اسبوعين، كان الحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا وبقت كويسه. الحمد لله. في الاسبوع الثالث زارتني، قلت لها احنا وصلنا ان الحمد لله الالم قل والالتهاب قل، ولكن احنا بقى عاوزين نعالج السبب الرئيسي اللي هو الخشونه اللي عملت الاحتكاك وسببت الالتهاب.
عشان الموضوع ده ما يتكررش علينا مره ثانيه. والحمد لله النهارده يعني من حظنا الحلو اللي هي نورتنا. الله يبارك. نورتينا محمد في العياده دكتور محمد صقر، ربنا يجعلك دايما ان شاء الله باذن الله سبب في مساعده ورسم الابتسامه والحركه على الناس. طبعا مش هننسى الجندي المجهول في رحلتنا. مش جاديه، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا. طبعا قابلتها برضو بصراحه، كفايه مقابلتها. بتقابلك كويس يعني؟ مش انت متوصيه بيهم كلهم؟ لا دكتور محمد ومش شاديه و... لا ما هو بس كويس، دكتور كويس معايا. دايما كده بتلاقي الناس اللي بيختاروا الواحد بيختار الناس اللي شبهه. اكيد كويس بيختار الكويس اللي معاه. ربنا يكرمك يا ابو محمد، واتمنى لك دوام الصحه والعافيه يا رب. اللهم امين. دكتور محمد ان شاء الله باذن الله لينا حلقات ثانيه جديده ومختلفه ان شاء الله باذن الله، نساعد ان احنا نكون سبب في انه نخفف ونقلل الالم على الناس اللي عندها مشاكل في التهابات المفاصل، الناس اللي خايفه من الحقن، الناس اللي خايفه انه يعمل عمليه، وقد تكون العمليه او عمليه بالمنظار بتكون بسيطه جدا وما فيهاش اي مشكله. اشوفك دايما على خير ان شاء الله في العياده. اشوفكم دايما على خير ان شاء الله مشاهدينا الكرام في كل مكان. وقت حلقتنا انتهى، وانتهى باحساسي بانه في برنامج العياده، في العياده ان شاء الله بنساعد الناس ان هي تكون في افضل صحه، مش بس في مجال طب وجراحه العظام، لا في تخصصات تانيه كتير، ولكن ابرزها لان انا بشوف انه الام العظم من اكتر الالام اللي لو موجود عند اي بني ادم ما بيقدرش يتحرك، حياته بتروح في داهيه، ما بيقدرش يقوم من مكانه ولا يتوضا ولا يصلي ولا ينزل ولا يروح ولا يجي ولا يسوق ولا يشتغل ولا يعمل اي حاجه. فان انت تقلل او تخفف او تساعد فيه بعد فضل ربنا انه شخص الالم ده يروح ويقدر ان هو يقوم من مكانه ويروح، دي حاجه عظيمه جدا جدا. انا فخور ان انا خرجت بيها النهارده ومن البرنامج، واعتقد انه حلقه من الحلقات اللي انا شخصيا لن انساها في مسيرتي الاعلاميه على طوال الثمان او تسع سنين اللي فاتوا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده يوم الثلاث القادم في برنامج العياده، وحد ما اشوفكم لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.